كان الأمازيغ في عهد القذافي وعلى مدى 42 سنة ممنوعين من استخدام لغتهم الأمازيغية رسميا قراءة وكتابة، بل وكانوا ممنوعين حتى من تسمية أبنائهم بالأسماء الأمازيغية. كلمة الأمازيغ تعني الأحرار الشرفاء. يقول أحمد عمر أحد أبناء الأمازيغ في جادو، والذي أمضى حتى الآن نحو 15 عاما يشتغل كمتطوع في متحف المجاهد الكبير سليمان باشا الباروني: لدي أصدقاء حاولوا الغناء بالأمازيغية بمصاحبة القيثارة فرموا بهم في السجن. مدينة جادو حيث يوجد المتحف تبعد نحو 180 كيلو مترا جنوبي طرابلس ويسكنها الأمازيغ. من أجل إنهاء حكم الاضطهاد انضم الأمازيغ إلى الثورة ضد القذافي منذ اللحظات الأولى، وتحررت أغلب مدنهم نالوت وكاباو وجادو والرحيبات ويفرن في نفس الوقت الذي تحررت فيه مدن إخوانهم العرب ككلا والزنتان والرجبان والحوامد، ونظموا معا عربا وأمازيغ جبهة موحدة في جبل نفوسة. كانت هذه الجبهة شوكة في خاصرة القذافي منذ البداية وحتى النهاية. وفي الوقت الذي أصبحت فيه ليبيا تتطلع نحو المستقبل، استطاع الأمازيغ توطيد مكانتهم في الحلبة السياسية والثقافية جنبا إلى جنب مع بقية الليبيين. إلا أن إعلان السيد عبد الرحيم الكيب لقائمته الوزارية الجديدة بمباركة المجلس الوطني في 24 من نوفمبر الماضي أشعلت شرارة الغضب والإحباط بين الأمازيغ الذين وجدوا أنفسهم خارج القائمة، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بلغتهم رسميا حتى الآن من قبل المجلس الوطني، الأمر الذي أدى إلى خروج مظاهرات عديدة الشهر الماضي. وحسب رأي المحامي ميلود أحمد عضو المؤتمر الوطني الليبي الأمازيغي، فقد قام المؤتمر بتجميد علاقاته مع المجلس الوطني الانتقالي نتيجة انعدام الثقة في الحكومة والمجلس. إذا لم يتم إدراج اللغة الأمازيغية في الدستور فسوف تندثر. خلال الفترة الماضية خرجت عدة مظاهرات أمازيغية في شوارع العاصمة وبعض المدن الأمازيغية تطالب بالعدالة وعدم التهميش، كما تظاهروا أمام مبنى رئاسة الوزراء لإبداء استيائهم بما حدث. وما زال الشارع الأمازيغي في حراك لا يهدأ من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة مع القادة الجدد في الوزارة والمجلس الانتقالي تضمن حقوق الأمازيغ في عهد الثورة الليبية التي عمدوها بدمائهم الممتزجة بدماء بقية إخوانهم الليبيين في مختلف المعارك فوق رمال الصحراء الليبية حتى حدود النيجر وفوق صخور جبل نفوس الأشم وكهوفه، مرورا بسهل الجفار المترامي الأطراف وصولا إلى العاصمة الخالدة طرابلس.